فيما يخص السؤال الثالث حول التقرير الأخير ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي ذكر فيه بأن المغرب فقد 86 ألف منصب شغل، يعني الرقم هذا يعني رقم كبير، وكما قلنا راه ملي كان نفقدوا هذا العدد الأرقام راه كيكون يعني التداعيات ديالو يعني وخيمة جدا. عاد كينضافوا ليه يعني الخريجين لسوق العمل، يعني ما كيلقاوش عاوتاني حتى هما، كتكون المنافسة يعني أكثر وأكثر. الأعطاب اللي خلت الحكومة أنها ما ترافقش المقاولات يعني خصوصا الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة باش تخلق هذه المناصب ديال الشغل، الحكومة كتكتفي بالأرقام اللي كتعطى لها من طرف الوزارات اللي كتعامل مع الباترونة، هذوك الوزارات الصناعة والتجارة وحتى ديال المقاولات الصغرى كتعامل مع الباترونة، وهذا اللي غريب. حنا نشأنا الكونفدرالية، نشأنا الوزارة ديال المقاولات الصغرى، ولكن الوزير في العوض انه يتعامل مع الكونفدرالية ديال هاد فئة المقاولات كيتعامل مع الباترونة، وكل شيء كيعلم بأن الباترونة يعني ما كتشتغلش في الميدان مع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، يمكن كتشتغل مع المتوسطة والكبيرة، هذا هو اللي يمكن تشتغل فيه. دول أخرى، شوفوا التجارب ديال الدول الأخرى في الدعم ديال المقاولات الصغيرة جدا والغير الصغيرة جدا. نشوفوا يعني الدولة يعني متقدمة يعني في العالم كاينه أمريكا، كتمثل فيها المقاولات الصغرى 99.9% من مجموع المقاولات، وهذه راه ساهمت بما يقارب 44% من إجمالي الناتج الخام المحلي في عام 2019. شوف الحجم ديال المقاولات اللي كاينه في امريكا، 99.9% هادو مقاولات صغيره جدا، 99.9% وكتساهم ب 44% من اجمالي الناتج المحلي، يعني يعطينا المثال ديال 2019. الاتحاد الاوروبي، هاد المقاولات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه كتشكل 56% من المتوسط الاجمالي ديال يعني هاد الاتحاد الاوروبي عفوا، يعني المقاولات الصغيره جدا كتساهم والصغرى المتوسطه كتساهم ب 56% من المتوسط ديال الاجمالي الناتج المحلي يعني في اوروبا، الاتحاد الاوروبي كامل. نشوفوا الصين، يعني هادو جوج ديال هادو ثلاثه ديال الاقطاب ديال الاقتصاد العالمي. الصين يعني ساهمت فيها المقاولات الصغرى والصغيره جدا المتوسطه بنحو 60% من اجمالي الناتج المحلي و 80% من الوظائف في سنه 2020. شوف حنا ملي كنضيعوا حنا الوظائف، شوف هما شحال كيخلقوا ديال الوظائف وشحال كيساهموا. هذه الصين اللي العدد السكان ديالها كيفوق المليار ونص، شوف 80% من الشغيله ديالهم، يعني هاد المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه هي اللي ساهمت بهاد الفئه هادي. دونك حنا حتى الوزراء ديال التشغيل ولا الوزراء ديال الاستثمار ولا ما عندهمش واحد الرؤيه، وممكن ما عندهمش درايه بهذا الشيء هذا اللي واقع في العالم، كيفاش هاد الدول هادو كيتنموا وكيفاش كيخلقوا مناصب الشغل للساكنه ديالهم والشباب ديالهم الى اخره، الخريجين الى اخره. دونك هاد الناس هادو كيعتمدوا وكيدعموا المقاولات الصغيره جدا في اوروبا، يعني راه دعمت بالملايير ديال الاورو المقاولات الصغيره جدا، يعني ملايير ديال الاورو اللي دعمت المقاولات الصغيره جدا. نشوفوا في الكورونا 2020، نشوفوا شنو دعمت هنا في المغرب مقاولات صغيره جدا، ما كاينش واحد الدعم نهائيا، كاين قرض ديال الاكسجين استفادوا منه غير المقاولات المتوسطه والكبيره، دوك الصغيره عند داروا لهم مجموعه العراقيل ما استفادوش منه، والدليل ها حنا كنشوفوا دابا بنك المغرب راه ديك النهار تيشار بانه المقاولات ما كتخلصش كريدي اكسجين. شكون هما المتوسطه والكبيره اللي خداو
هذوك القروض. دونك حنا كنشوفوا هنا واحد الفئه كتستافد من الخيرات ديال البلاد ومازال كتستافد، يعني منذ الاستقلال الى حد الان مازال كتستافد وما بغياش تطلق من ديك الامتيازات اللي عندها منذ الاستقلال لحد الان، هي الباترونه ما بغياش تطلق من هذوك الامتيازات. والنهار اللي غادي تكون الحكومه عندها الشجاعه والدوله المغربيه غتكون عندها الشجاعه انها تحيد ديك الامتيازات اللي عطيها الباترونه يعني بدون مقابل، وتعطيهم تعطي حتى المقاولات الصغيره جدا والصغرى المتوسطه حتى هي الحق ديالها في هذاك الامتيازات، هنا غادي نوصلوا لانه هاد الارقام اللي كنشوفوا يعني ديال 6 ديال 86 86 الف منصب شغل اللي فقدناه، هنا ما غادي نبقاش نفقدوا هاد العدد المناصب. وثاني حاجه ما نوصلوش حنا دابا واصلين 12.6% من البطاله في المغرب. دونك وعاد غنشوفوا القطاع غير مهيكل، هادو كامل عاوتاني 77.3% في القطاع غير مهيكل. دونك حنا كنشوفوا، شوف الخليط اللي كاينه، شوف الارقام اللي هي خطيره ومو مو يعني مو مزعجه، ولكن الحكومه كنشوفوا في القانون الماليه ديال 2014 باقا غادا على السياسه ديال العام اللي فات، وهذيك السياسه ما عطاش الاكل ديالها، ما عطاش لانه العدد ديال الافلاسات كيزيد، العدد ديال البطاله كتزيد، العدد القطاع غير مهيكل كيزيد، وهي باقا متشبته بديك السياسه ديالها، وما بغاتش تهود الارض، ما بغاتش تتحاور لا معنا ولا مع الاطراف المعنيه، حتى هي بالمقاولات الصغيره جدا في الميادين المتعدده في القطاعات المتعدده. دونك راه جبت بعض القطاعات، القطاع ديال النقل السري، وكاينه بزاف القطاعات ديال الصناعه وديال والصناعه الغذائيه الى اخره، هذو كاملين اغلبيتهم كيعانيوا وعندهم مشاكل كبيره في سميتو، لا في اصحاب التجار ولا اصحاب المقاهي ولا اصحاب كراء السيارات ولا اصحاب يعني بزاف ديال القطاعات، اصحاب البناء الى اخره الى اخره، اغلبيتهم كيعاني. كنشوفوا دوريات كيخرجوا بحال انه راه كيقدروا، راه بحال هما خدامين، بحال دابا الدوريه الاخيره ديال وزيره الماليه اللي رفعت السقف ديال لي بوند كوموند من 200,000 ل 500,000 درهم، ايوا ولكن هادو راه كيدوزوا في الصفقات، راه ما كاينش في الجهه اللي ما كاينش الصفقات، ملي كدوز الصفقات كاين دوريه ديال وزير الداخليه 2013 راه منع اي مقاوله تستافد من هادشي ما يكونش عندها تصنيف، طلب من الولاة والعمال باش ما يقبلوا حتى شي مقاوله ما عندهاش تصنيف. اذا هنا كنقصيو المقاولات الصغيره جدا، كنقصيوها حيت ما عندهاش تصنيفات، باش ياخذ تاخذ تصنيف خص يكون عندها بزاف ديال الشروط، يعني يكفي اننا مع الحكومه اللي فاتت يعني درنا واحد الماراطون ديال 4 سنين ولا 5 سنين حنا خدامين في هذا الموضوع، استطعنا ان كاينه بعض المكتسبات ولاو تصنيفات في الجهات. دابا التصنيف ديال التصنيفات يعني الدنيويه يعني التصنيف الخمسه والسته بالنسبه للقطاع البناء ولا كيدار في الجهات، وما بقاش كيتعطل بحال 3 سنين و 4 سنين بحال اللي كان، ولا غير شهر وشي حاجه، ما كيكملش شهرين كيكون عنده تصنيف. دونك هذا مكسب، ولكن حتى الشروط مازالين خدامين، كنطالبوا باش يكون هذاك الشروط، وطالبنا من وزير ديال التجهيز باش يجلس معنا ونكملوا اللي بديناه مع وزير التجهيز السابق. المشكل اللي كاينه في المغرب هو ما كاينش استمراريه ديال الاداره، خصك تبدا مع ازيرو ما يمكنناش. كاينه عندنا ملفات مع مدير العام ديال الضرائب، بدينا مع السي عمر فراج واحد السلسله ديال الشماعات وديال المكاسب، خصنا نكملوا عليها، وقلنا الوزيرة الماليه ووعدتنا بانه غادي يكمل معنا المدير العام للضرائب يعني ديك المكتسبات اللي اشتغلنا مع سي عمر فراج باش نعموها في جميع انحاء المملكه، ويكون عندها تخرج عندها يعني دي سوا دي سيركولير سوا قوانين اللي يمكن الادارات اللي جايين يطبقوها. كذلك في التشغيل طالبنا باش يكون واحد القانون ديال الشغل اللي هو ملائم للمقاولات الصغيره جدا، مازال هاد الوزير هذا ما فتحناش مع الحوار في هذا الموضوع لانه هو ما باغيش يتحاور معنا، كاينه مجموعه ديال المشاكل، وكتلقى هو وزير الشغل هو وزير المقاولات الصغرى. دونك هنا كنشوفوا بانه السياسه ديال الحكومه ما غتعطيش الاكل ديالها،
وغنزيدو نشوفو يعني وظائف يعني وظائف شغل يعني غنفقدوها وغنفقدو مقاولات. طبيعة الحال غنخلقو مناصب أخرى، ولكن راه غنفقدو يعني الآلاف. علاش؟ لأنه السياسة ما كاينش دعم، ما كاينش مواكبة ديال القطاع ديال المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة.